الحقيقة في الفترة الأخيرة مع انتشار الأوبئة والأمراض اتجه العالم للطبيعة مرة أخرى. شفنا ناس بتتكلم على فكرة الحاجات الطبيعية والعلاج بيها بعيدا عن الحاجات اللي فيها يعني أدوية أو كده. وطبعا الطبيعة دايما بتدينا يعني نباتات وحاجات مفيدة جدا، والثوم من الحاجات اللي لها فوائد صحية كبيرة للغاية ومذهلة. وفي ناس بتصحى الصبح كده تاخد لها فص ثوم على الريق، يقال يعني أنه مفيد للمعدة ومفيد لعدد كبير من يعني الموضوعات اللي ممكن تكون بتتعب شوية في المعدة. خلينا نتابع في معلومة تهمك كده تفاصيل أكتر عن فوائد الثوم، ونرجع نكمل معاكم فقراتنا في يوم سعيد.